ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ لبيد. بداية، بعد تمديد أمريكا مدة السماح للعراق في التبادل التجاري مع إيران في ظل العقوبات التي تفرضها على الأخيرة، ما الذي يجعل وزير خارجية حكومة بغداد يعرب عن انزعاجه من العقوبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بالتأكيد أن الإدارة الأمريكية واشنطن لن تكون سعيدة من هذا التصرف أو من هذا الانزعاج الذي أبداه وزير الخارجية العراقي. لكن واشنطن في نفس الوقت لن تجعل من هذه الخلافات أو من هذا ما يسمى الانزعاج بين هلالين سببا في تدهور علاقاتها مع حكومة بغداد. أمريكا ما زالت كما نعلم لها مصالح كبيرة مع حكومة المنطقة الخضراء، ففي مجال استخراج وتصدير النفط تستحوذ شركات أمريكية على نحو 80% من الاستثمار في هذا المجال. واشنطن تتعامل مع العراق كما لو أنه مستعمرة ومقاطعة تتصرف فيها بمطلق الحرية. لكن أمريكا في نفس الوقت تتفهم وتدرك أسباب تبعية الحكومة العراقية للنظام الإيراني. الحكومة العراقية من الناحية المبدئية ومن الناحية العقائدية، الأحزاب الحاكمة أو الأحزاب التي تتصدر الحكم والكتل الكبيرة في التي تفوز دائما في الانتخابات بسبب محاصصة طائفية، هذه الأحزاب الحقيقة نشأت وترعرعت و ولدت معظمها في طهران وتربت في الحضن الإيراني. لذلك من الصعب، وتفهم ذلك واشنطن، من الصعب على هذه الأحزاب أن تتخلص من تبعيتها للنظام الإيراني. النظام الإيراني يمسك بالحكومة العراقية من رقبتها ويمتلك إرادتها بالكامل، ولديه الأدوات الكفيلة بأن تغير بأي مسار سياسي للحكومة إذا خرجت عن طوع ملالي إيران. أمريكا تحاول أن تحافظ على حالة توازن في مسألة التوافق مع إيران فيما يخص الحكومة الإيرانية الحكومة العراقية. لكن أمريكا لا نتوقع أن يؤدي خرق الحصار أو العقوبات المتعلقة بالملف النووي، لا الخرق العراقي لها، لا نتوقع أن يستفز أمريكا إلى الدرجة التي تؤدي إلى تدهور علاقاتها مع العراق. كما ذكرنا أمريكا لها مصالح حيوية في العراق وتتعامل معه كما لو أنه مقاطعة أمريكية ومستعمرة وتتصرف بها بمطلق الحرية. هل تعتقدون أن الحكومة في العراق يمكن أن تمتثل لقرار الولايات المتحدة الأمريكية في ظل محاولاتها تهريب الأموال أموال النفط إلى إيران، أو تهريب الأموال النفطية الإيرانية؟ من الصعب القول بذلك، ومن الصعب أيضا القول بأن أمريكا سيقودها هذا التصرف العراقي أو تصرف الحكومة العراقية سيقودها إلى معاداة الحكومة الإيرانية والعراقية. مجمل القول، خلاصة القول، أن أمريكا حاليا إذا رتبنا أولويات أمريكا في الوقت الحالي، أمريكا تضع في طليعة أولوياتها محاربة الإرهاب المتأتي من تنظيم الدولة. هناك إرهابان في العراق كما نعلم، إرهاب يأتي من الدولة الإسلامية وتنظيم الدولة الإسلامية، وإرهاب يأتي من الميليشيات المدعومة إيرانيا. أمريكا لا تبالي في هذا الإرهاب الثاني أو ما يسمى الإرهاب الميليشياوي، لأن ذلك لا يضر بمصالحها كما نعلم. لذلك فبموجب هذه الأولوية أمريكا مستعدة لتأجيل أي خلافات تنشأ أو ربما تنشأ مع الحكومة العراقية وتجعلها في درجة في مستوى ثانوي قياسا إلى أولوياتها الأولية الأخرى. أمريكا الآن في صدد إنشاء ثلاث قواعد جديدة في العراق، واحدة منها أو معظمها ثلاثتها قريبة من الحدود العراقية السورية، لأنها وعدت بأن تستمر في محاربة الدولة الإسلامية أو معاقلها.
المتبقية في إيران على في سوريا على مقربة من حدود العراق. معهد واشنطن في تقرير له يقول إن الحكومة في العراق تستورد الغاز من إيران بضعف الأسعار العالمية، ما الدافع من التعاقد بمثل هذه الأسعار في حين أن هناك بدائل؟ نعم، الخطوط الغاز بدأ إنشاؤها على ما أتذكر في عام 2015 أو 2016، وكانت هناك خطوط استراتيجية بالحقيقة لإمداد سوريا بالغاز، والمشروع هكذا كانت أهدافه، وجرت اجتماعات عدة بين وفود متخصصة سورية عراقية وإيرانية، وأعتقد أن بعض هذه الخطوط أو معظم هذه الخطوط تمتد عبر ديالى إلى سوريا، والهدف الاستراتيجي بعيد المدى من هذه الخطوط أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط لكي تستطيع إيران إيصال الغاز إلى أوروبا، وأوروبا نعرف كما نعرف لا تمتثل بالعقوبات الأمريكية المفروض على إيران بسبب الملف النووي. العراق كما نعلم لا يمتلك إرادة حرة في قراره السياسي والاقتصادي عندما يتعلق الأمر بالمصالح أو النفوذ الحيوي لإيران في الأراضي العراقية، لذلك لا نحتاج إلى إجابة على هذا السؤال، لأن إيران هي التي تفرض الأسعار، هي التي تحدد أسعار الغاز وتحدد سياسة العراق الاقتصادية عندما يتعلق الأمر بالميزان التجاري بين العراق وإيران. وكالة رويترز للأخبار قالت إن ما لا يقل عن مليار دولار نقدا هربت إلى إيران في الأشهر الماضية، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه التصرفات إلى فرض عقوبات أمريكية على العراق؟ هذه التقارير أنا لا أشكك بصحتها، أنا على الأرجح لأن العراق مطلوب منه إيرانيا مطلوب منه أن يدعم الاقتصاد الإيراني، والاقتصاد الإيراني كما نعلم بدأ بالتراجع والضعف نتيجة العقوبات التي فرضتها منذ بداية نوفمبر أمريكا عليها بسبب كما ذكرنا الخلافات بشأن الملف النووي، لكنني أعيد وأكرر وأؤكد بأن أمريكا لن تقودها هذه السياسات وهذه التصرفات إلى معاداة الدولة العراقية أو الحكومة العراقية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها ما دامت لديها مصالح حيوية وكبيرة واستراتيجية في داخل العراق. أمريكا من الممكن أن تغير سياستها نحو الحكومة العراقية إذا ترافق ذا الأمر مع حراك جماهيري واسع، كان تكون هناك ثورة شعبية جماهيرية داخل العراق، كان يكون هناك عصيان مدني على سبيل المثال، مظاهرات تشمل معظم محافظات القطر، وفي الدرجة الأساس إذا كانت هذه المظاهرات رافضة للوجود الإيراني المتمثل بشكل خاص بالميليشيات، إذا كانت هناك ثورة عارمة ومقاطعة عارمة داخل الصف الشعبي العراقي ضد الميليشيات الإيرانية، لأن الميليشيات الإيرانية بالحقيقة هي مصدر الابتزاز، هي أدوات الابتزاز التي تستخدمها إيران من أجل ابتزاز الحكومة العراقية ومفاصل صناعة السلطة أو صناعة القرار في العراق، لذلك أي إضعاف في الميليشيات في داخل العراق من الممكن أن طيب ألا يمكن أن يحدث على تغيير سياستها نحو ألا يمكن أن يحدث نعم. سيناريو تغيير العملية السياسية التي بنتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 2003 خصوصا بعدما حصل في الآونة الأخيرة تحديدا في حكومة عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وبرهم صالح رئيسا للجمهورية، وتصريح المسؤولين الإيرانيين بأننا حققنا 3 أهداف مقابل 0 للولايات المتحدة؟ هذا صحيح من الناحية النظرية، هذا صحيح وصحيح جدا، لكنه على الواقع أنت تشاهد بأن الأمريكان يتصرفون بشكل حر وبشكل مطلق وينتهكون السيادة العراقية أو ما يسمى بالسيادة العراقية. نحن نشاهد أن لاحظنا بأن أمريكا تستطيع أن تبني قاعدة لها قواعد لها أينما تشاء ومتى تشاء، وقبل وفي بداية العام شاهدنا كيف أن ترامب زار قاعدة الأسد من غير إذن ولا تعلم به الحكومة العراقية.
صحيح أن إيران تستحوذ على جل الملف العراقي، لكنه أمريكا لم تفقد أوراقها القوية في داخل العراق. لذلك أنا أعتقد أن إيران تراقب الحكومة العراقية وتعتقد أن الحكومة العراقية ما زالت قوية وتستقوي بإيران، وعندما تضعف الحكومة العراقية نتيجة مثلا ضغط شعبي عليها ونتيجة مقاطعة أو نتيجة إضعاف أو مقاطعة الميليشيات، وهناك حركة حاليا حركة شعبية واسعة بالحقيقة في داخل العراق ضجرة وتشعر بالسخط من تصرف الميليشيات هذا الذي تجاوز حتى على القوات المسلحة الرسمية، إذا وصلت الأمور في الغليان الشعبي والحراك الشعبي العراقي إلى درجة بحيث يضعف الحكومة العراقية ويحرج الحكومة العراقية، من المتوقع عند ذاك أن واشنطن ستغير سياستها بشكل واضح وبشكل حاسم ضد حكومة بغداد. نعم، من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميداعي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.